أسامة حسني يوجه رسالة قوية للإعلام المضلل، إعلام البليلة وإعلام لوسي سبورت، الإعلام اللي ما وراهوش حاجة غير النادي الأهلي وتارك ويغض البصر عن كوارث نادي الزمالك. قال كلام كتير وكلام قوي وكلام يخص الإعلاميين المرتزقة اللي ما وراهمش غير النيل من النادي الأهلي وتاركين مصايب وكوارث نادي الزمالك. أنا هسيب لكم اللينك في أول تعليق مثبت في تحت هذا الفيديو، حضرتك هتدوس على اللينك هتشوف الفيديو ككل، هتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان ما يفوتكش أي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناة كل الأهلاوية الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة عشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.